فضيلة الشيخ وفقكم الله، الثوب المغصوب لا تصح الصلاة فيه، فهل المسروق مثله؟ هل المسروق؟ المسروق مغصوب، السرقة غصب، إلا أنه سرقة، إلا أنه غصب خفي، وهذا غصب جهري. نعم، له مغصوب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.